في موضوع كده عاوز اخد رايك فيه. امورنا حاجة، في حته ارض عاوز اشتريها، بس المشكله بقى ان صاحبتها واحده ست. الارض موقعها كويس قوي، والثمن اللي هيدفع فيها مش خساره فيها. خلاص يا حاج اشتريها على طول. ما هي مش عايزه تبيع. مش فاهم يعني. انا قلت لها انا هديك الثمن اللي انت عاوزاه في الارض. قالت لي هتعمل بيها ايه؟ قلت لها حبني عماره. قالت لي ادخل معاك شريكه. ومال؟ لا مش وماله، اصل هي عايزه تبقى صاحبه الامر والنهي في الموضوع. عايز راي يا حاج؟ بلاش من الموضوع ده خالص. الموضوع تتحكم في واحده ست بيبوظ، مبقاش ليه اي لازمه. ولما انت عارف كده بتمشي ورا كلام شهيره ليه؟ عايز تقلل من قيمه ابن اخوك وتصغر من اخوك قدامها؟ عارف ايه اللي اغلى من البدله اللي انت لابسها دي؟ عارف ايه اللي اهم من المال اللي يخلي الناس تبص لك لفوق باعزاز واجلال واحترام؟ الرجوله. الرجوله دي هي ثمره الحكمه وقوه الايمان وطهاره القلب. بس للاسف الرجوله دي ثوب مش اي حد يقدر يلبسه حتى لو دفع فيها كنوز الارض. الرجوله دي هنا. الرجوله هنا. انا هجوز لبنى الجهاد. اتفضل امشي. اتفضل.